السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو غنحاولوا نذكروا بكل ما تطرقنا ليه من معلومات في هذا الفصل الخاص بالتعرف على الميدان بالوسطين الحضري والقروي، باش نتمكنوا من ضبط تسلسل المهام في هذه المرحلة، وبالتالي نضمنوا إنجاز إحصاء شامل للأسر والمساكن بالمنطقة اللي غنشتغلوا فيها. في الأنشطة اللي شفنا في هذا الفصل تطرقنا لمجموعة من الجوانب المنهجية اللي لازم نضبطوها لإنجاح عملية التعرف على ميدان العمل. في هذا الصدد تناولنا بالتفصيل مجموعة من المهام العملية اللي مطلوب منا نقوم بها، واللي كتختلف حسب المرحلة الزمنية اللي غتنجز فيها، وأيضا حسب وسط العمل أي حضري أو قروي. وبخصوص المهام المطلوبة في يومي 30 و 31 غشت 2024 شفنا كيفية التعرف على موقع منطقة الإحصاء وتحيين حدودها في الوسطين الحضري والقروي، وكذلك طريقة التعرف على مكوناتها وكيفية تحيينها، واللي كتشمل الجزيرات بالنسبة للوسط الحضري والقطع بالوسط القروي في الفترة الممتدة بين 31 شتنبر 2024. وبالموازاة مع عملية إنجاز الإحصاء تطرقنا للمهام المطلوبة منا باش نقوم بتنظيم العمل داخل المنطقة ديالنا وتحيين توطين البنايات في الوسط الحضري، وتعرفنا كذلك على المنهجية اللي غنتبعوها باش ننظموا الجولة ديالنا في الميدان بالنسبة للوسط القروي، والطريقة العملية اللي غنرسموا بها الجزيرات ونوطنوا البنايات. الهدف العام من جميع التدابير المنهجية والتنظيمية هو نتعرفوا بدقة على مجال العمل اللي غنشتغلوا فيه باش نضمنوا إنجاز إحصاء شامل على مستوى كل منطقة إحصائية دون إغفال أو تكرار إحصاء أي أسرة أو مسكن خلال فترة 30 يوم المخصصة للإحصاء. وأخيراً ما ننسوش أن هذه الفيديوهات كتعتبر الإطار المرجعي اللي لازم نرجعوا ليه كل ما واجهنا صعوبة في كيفية التعامل مع بعض الحالات أو طريقة إنجاز مهمة من المهام. إلى اللقاء.